السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصورة دي مهمة جدا، لأن في ناس كتيرة تعتقد إن البيم كوردينيتور ده في آخر مشروع، بنبدأ في آخر مشروع نبدأ نشوف المشاكل ونشوف هنحلها إزاي. الموضوع مش كده خالص. البيم كوردينيشن أو البيم كوردينيتور مسؤول إن هو يبدأ تنظيم الشغل من قبل ما الشغل يبدأ. يعني في مرحلة كده، مرحلة ما قبل الديزاين، بيبدأ يقول يا إخوانا التكييف هيمشي يمين، الكهرباء هيمشي في الجزء دوت، الدرينج هيمشي في الجزء دوت، ده القطر، فنبدأ ننظم الأنظمة حواليه. برضه في الطرقة بنبدأ ننظم الأنظمة، في الغرف نبدأ نوزع الشغل. مظبوط. لما بتنظم الشغل بتاعك بتفاجأ إن في آخر المشروع مفيش أي مشاكل خالص. إنما لو كل واحد هيبدأ هتلاقي مثلا كله طمعان في الحتة دي، الكهرباء ماشي هنا والتكييف ماشي هنا والدرينج ماشي هنا، فعشان تحل الكلاشات دي والكلاكيع ديت هتلاقي نفسك هتاخد وقت اقصر بكثير من الوقت اللي انت شغلت فيه. يعني لو شغال صح من الاول هتلاقي في اخر المشروع، لو انت بتعمل كل اسبوع الكوردينيشن او بتشوف المشاكل اسبوع باسبوع بتحلها، هتلاقي في اخر السنه ما عندكش ولا مشكله. انما لما تسيبها اخر السنه وتبدا تحل وكل واحد عايش في جزيره لوحده او في صومعه لوحده، هتلاقي بقى ايه، ممكن تلاقي في المشروع 65,000 كليش. فمحتاج الموضوع نظام وترتيب ازاي هنبدأ الشغل بتاعنا.